ترويض الكناري يبدأ من عمر الفرخ تقريبا 40 يوم 30 يوم عند الفطام، ويكون في هاي الطريقة بحيث انه احنا نعوده ياكل من الايدين باستعمال البيض المسلوق. بعد يوم او يومين بصير هو يتعود عليك وما يخاف منك، بحيث انه ياكل وانت تتجول فيه بالمكان، وبضله قريب منك وبرجع لك. ولكن احنا هلا مرحلة لسه متقدمة، هنبلش بالمرحلة القادمة انه يبلش يطير. الان لسه الفرخ عمره تقريبا 35 يوم، الاداء جيد في الترويض وحاسس بالامان والامور تمام. الان نحاول انه نكون هادئين ونتكلم كمان على اساس انه يسمع صوتنا، يتعود على الصوت ما يخاف. بهاي الطريقة انت بتروضه بطريقة صحيحة سهلة وبتوفر وقت، بحيث انه يكون الفرخ صغير بالسن. اما الطيور الكبيرة بالسن بتغلب وبتاخذ وقت اطول، وكمان ممكن تلزق جناحاتها ريشها، ممكن تضطر تعمل كمان طرق تانية يعني أصعب، تأخذ وقت أطول، ولكن هاي الطريقة مضمونة وسهلة جدا. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.